أسرج ظلال العز في حجرها ولا تقف، واحمل القدس فوق ظهرك ولا تبتئس، واحمي ظهرها. முகமது ரிசாவின் இலங்கை நாட்டை சேர்ந்தவன். கூஸ் எப்பொழுதுமே பலஸ்தீனின் தலைநகரம். My name is Paul Hugh Smith and I'm from England and I believe that Jerusalem is the capital of Palestine. Amerikan devleti Başkanı Trump'ın aldığı bu karardan ötürü onu kınıyoruz ve bu kararı asla kabul etmiyoruz. Tersine Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail'in başkenti olamaz. Çünkü İsrail diye bir devlet yoktur. Bunu hiç kimse değiştiremeyecektir. Tekrar söylüyorum. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Assalamu alaikum. My name is Eric and I believe that Jerusalem is the capital of Palestine. It is the capital for all Jews, Christians and Muslims. Jerusalem is peace and Palestine is also a part of that. Remember, Palestinians do represent peace. من هنا من أرض المعجزات وأولى النبوءات، من هنا نعلنها من امتداد اسمنا القدس لنا. القدس لنا. تراء اسمنا من روح القدس. لنا. نحن الغالبون. الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون. السلام عليكم. محمد الشيباني من تونس. نحن ندين وبشدة القرار الغاشم الذي اتخذه دونالد ترامب في حق القدس، ونعتبره استفزازا صريحا للأمتين العربية والإسلامية. وفي إطار رفضنا لهذا القرار، نطالب حكومتنا بقطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ونوجه رسالة إلى قادة العدو الصهيوني أننا لم ولن نعترف بإسرائيل حتى تكون لها عاصمة في القدس الشريف. فالقدس عالمنا، تبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية، والمجد للشعب الفلسطيني العظيم. أنا اسمي سيلفيا عمون من جنوب لبنان. القدس عاصمة فلسطين، فلسطين، فلسطين الأبدية. السلام عليكم. محمود دياب من مصر، أم الدنيا، بلد الأزهر الشريف. أقول للعالم ولترامب أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية. محمد أحمد الصديق من السودان، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. السلام عليكم. Jerusalem is Palestinian and القدس will be always Palestinian. حرية، free Palestine. 我叫曹雪娇，我来自中国。القدس 是 Palestine 的首都。Gourangom, je suis du Sénégal. Donc je suis en fait fier de dire القدس est la capitale éternelle de la Palestine. أصدقاء جامعة اليسرى في أنحاء العالم، شكرا لكم. فالقدس عاصمة فلسطين الأبدية.